بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الطلبه سندرس في هذه الشريحه طريقه جديده من طرق حل المعادلات التفاضليه اسمها طريقه اويلر ان هذه الطريقه ذات استخدام محدود بسبب الخطا الكبير فيها الناتج عن متابعه عمليه الحل لكننا سنقوم بدراستها لانها طريقه عمليه وسهله التطبيق إذا لنستعرض المسألة ليكن المطلوب إيجاد حل المعادلة التفاضلية y شرطة يساوي f x إذا هذه هي المعادلة التفاضلية التي تحقق الشرط الابتدائي y بال x صفر يساوي إلى y صفر إذا القضية هي إيجاد حل المعادلة المحققة للشرط الابتدائي وفق طريقة أويلر العددية وذلك على الفترة من x صفر إلى ال طبعا حيث ان الاكس اي يمكن حسابها على هذه الفتره بالشكل التالي يساوي الاكس صفر زائد اي بي اش حيث الاي واحد اثنين حتى الان وحيث ان الاش هي طول الفتره اللي هي الفتره كانت اكس صفر بي الطول هي النهايه ناقص البدايه على عدد المجالات التي ابغى ان اقسمها على الـ الآن لنتقدم للحل بشكل تقريبي، لتكن لدي المعادلة التفاضلية y شرطة يساوي إلى الـ على الفترة x صفر XN من أجل الشرط الابتدائي وي بال -X -0 y بالإكس صفر يساوي إلى الواي الـY0 صفر، ولأفترض أن كل من y وواي شرطة وواي شرطين دوال متصلة. إذا لأفترض أن هذه كلها دوال متصلة عند إذا إذن نشرنا إذن وفق سلسلة تايلور للدالة YX بجوار النقطة إكس تساوي الإكس صفر لحصلنا على منشور تايلور وتوقفنا هنا عند الحد الثاني فقط اذا اكتفينا في الحدود الثلاثة الاولى في نشر تايلور فنشر تايلور يقول ان YX اكس يساوي واي الاكس صفر زائد واي شرطة صفر على بي ناقص x صفر زائد واي شرطين في سي واحد بي ناقص x صفر للتربيع على اثنين عاملي حيث سي واحد نقطة تقع داخل الفترة من X0 إلى X صفر الى اكس الان اذا بدلنا في هذه المعادلة إذا بدنا في هذه المعادلة عن كل x ب x واحد فتحصل على y x واحد إذا إذا بدنا في هذا النشر عن كل x ب x واحد ماذا نحصل على؟ يساوي إلى y x صفر زائد y شرطة x صفر زائد x واحد ناقص x صفر زائد y شرطين في c واحد مضروبة ب x واحد ناقص x صفر للتربيع على اثنين عامل. إذن إذا بدلنا في هذه المعادلة عن كل اكس ب واحد لحصلنا على هذه العلاقة. لكن نحن نعلم أن الإكس واحد ما هي إكس واحد ناقص إكس صفر الفرق بين أي عقدتين متتاليتين ما هو إلا الأش إذا ما هذا إلا الأش وما هذا إلا الأش فعندئذ تكتب الواي بالإكس واحد بالشكل التالي إن واي الإكس واحد يساوي إلى واي الإكس صفر زائد واي فتحة الإكس صفر بالأش زائد واي فتحتين بالسي واحد بالأش تربيع على اثنين عاملي حيث السي واحد في هذه الحالة كان يقع بين الإكس صفر والإكس الآن الإكس بدلناها بالإكس واحد إذا هو سيقع بين الإكس صفر والإكس واحد الآن إذا كانت الأش أي المسافة بين أي عقدتين هي صغيرة جدا فعندئذ يمكنني أن أهمل الحدود هذه كلها يمكن أن أهمل هذه الحدود كلها فأحصل على ما يلي إذن بالتعويض في العلاقة 7 عن كل x ب x صفر حيث الاش هي x1 ناقص x صفر والاش تذكرنا واذا تذكرنا ان الواي شرطة بالاكس صفر طبعا المعادلة كانت y x واي شرطة يساوي f اكس واي الان اذا بدلنا هون عن كل x طبعا الواي تابعة ل x اذا المشتق بالنسبة لاكس x فاذا بدلنا عن الاكس صفر اذا فالواي شرطة في الاكس صفر هي اف الاكس صفر وهنا واي صفر ما هي الواي اذا اذا هنا اذا واي شرطه للاكس صفر ما هو الا اف اكس صفر و واي واي الاكس صفر واي صفر، من هي الواي صفر؟ هي واي الإكس صفر، إذا بدلنا هذه العلاقات في العلاقة سبعة لحصلنا كما وجدنا أن الواي إكس واحد يساوي واي إكس صفر زائد، اش اف إكس صفر واي الإكس صفر زائد. الآن قلنا إذا أخذنا المسافة بين العقد كانت صغيرة، إذا كانت الخطة المختارة صغيرة بقدر كاف عندئذ يمكن إهمال الحدود التي من الدرجة الثانية فما فوق وذلك لصغرها وبالتالي نحصل على الواي اكس واحد هي الواي واحد واي اكس صفر هي الواي صفر زائد اش اف اكس صفر واي صفر الواي اكس صفر هي الواي صفر اذا وهذه العلاقه تحسب لي الـ إكس واحد ال واحد، وبنفس الطريقة يمكن حساب بتكرار هذه العملية على جميع نقاط الإكس x صفر، إكس إن، نحصل على المعادلة التفاضلية، على حل المعادلة التفاضلية في جميع نقاط التوزيع والمعطى بالعلاقة إن ال أي زائد واحد يساوي إلى أي زائد أش، إف إكس أي واي الآي حيث الـ i تتحول من الصفر حتى الـ ناقص واحد، أما الإكسات فتحسب بالعلاقة التالية إن إكس أي زائد واحد هي إكس الآي زائد اش اذا هذه هي طريقه حل المعادله المسمى بمعادله اويلر وهي ابسط الطرق للحل ما هي مساوئ هذه الطريقة لماذا هي من أسوأ الطرق ولكن لا بد من دراستها يلاحظ أن طريقة أولر في طريقة أولر نرتكب نوعان من الأخطاء وهما الخطأ الناجم عن حذف الحدود التي تحوي قوى أش من الدرجة الثانية فما فوق نحن قلنا لنهمل الأش بيع جميع الحدود التي تحوي اشتر بيع فما فوق يعني جميع الحدود اللي الحد من ابتداء من الحد الثاني فما فوق كلها نهملها ان هذا الاهمال قد يؤدي بنا الى اخطاء جثيمه كذلك الامر الخطا الناجم عن استبدال اف اكس ان واي ان ب اف اكس ان واي اكس ان وليس واي ان اذا بهذه هذه هذين النوعين هو ما من الاخطاء هما الذي يجعلان طريقة أويلر من أسوأ الطرق ويجعلونها تطبيقها نرتكب فيها أخطاء كبيرة لنأخذ المثال التالي مثال حل باستخدام طريقة أويلر المعادلة التفاضلية واي شرطة يساوي النصف إكس ناقص واي على الفترة من صفر إلى ثلاثة من أجل الشرط الابتدائي واي بالصفر يساوي الواحد وذلك من أجل أول مرة أش يساوي الواحد ثم من أجل أش يساوي إلى النصف طبعا لو جينا من اجل اش يساوي إلى الواحد، الآن عندي أنا الفترة ابتداء من الصفر، إذا هي الإكس صفر، فالإكس صفر بدنا الإكس واحد، من هي الإكس واحد؟ هي إكس صفر زائد اش، إذا الإكس واحد هي إكس صفر زائد اش، والأش هنا هي واحد، إذا معناتها صفر زائد واحد هي واحد، كذلك إكس اثنين هي إكس واحد. زائد اش الاكس واحد هي واحد واحد زائد والاش هي واحد اذا اثنين كذلك نحصل على الاكس ثلاثة والاكس ثلاثة هي اكس اثنين زائد اش يعني اثنين زائد واحد ويساوي الى ثلاثة اذا يتجزأ الفترة من الصفر الى ثلاثة باختيار الاش يساوي الواحد الى فترة أولى فترة ثانية فترة ثالثة إلى ثلاثة فترات أنا الإكس صفر عندي إياها وعندي الواي صفر عيطيني إياها الإكس صفر هي صفر والواي صفر عيطيني هي واحد يريد الإكس واحد الإكس واحد حسبتها هي عبارة عن العدد واحد أريد أن أحسب لها الواي ماذا تساوي كذلك الاكس 2 عندي اياها معلومه هي 2 اريد ان احسب الواي 2 لها غير معلومه والاكس 3 معلومه استطعت ان احسبها من هذه العلاقه هي 3 اريد ان احسب الواي 3 ماذا تساوي اذا الاكسات معلومه نريد ان نحسب الواي من اي دستور ان الدستور الاساسي في طريقه اويلر ان الواي اي زائد 1 يساوي الى واي اي زائد اش اف اكس الاي واي الاي اذا يساوي الى واي زائد اش من هي اف اكس الاي واي هي نصف اش هي نصف اكس ناقص واي هي نصف اكس ناقص واي اذا هي نصف مضروبه في اكس ناقص واي اذا مركب العدادات هي اكس اي ناقص الواي الاي اذا بهذه العلاقه الان نعوض اولا في بدي الواي هيدي هي الواي اي زائد واحد بدنا نعطي الاي صفر واحد اثنين اذا هذه بتعطيني واي واحد واي اثنين واي ثلاثة اذا صفر واحد واثنين لو عوضنا بالصفر لما الاي تساوي الصفر لحصلنا على واي صفر زائد اش نصف اكس صفر ناقص واي صفر اذا ويساوي الى الواي واحد هي الواي صفر هي عبارة عن واحد زائد الاش هي عبارة عن واحد إذا ضرب نصف هي نصف بصفر ناقص واحد ويساوي إذا منها على الواي واحد ماذا يساوي؟ إذا هون أو سالب نصف إذا واحد ناقص نصف بصير معي واحد ناقص نص هي عبارة عن نصف إذا الواي واحد حسبتها وهي نصف الآن صار عندي إكس واحد وواي واحد معلومة نعوضها مرة ثانية إذا فنحصل على الواي اثنين هي عبارة عن واي واحد زائد أش إف إكس واحد واي واحد وإكس واحد واي واحد انعلمت وهكذا بالنسبة للبقية فنحصل على الحل إذا نعوض أولا الدستور التكراري هو هذا هو الآن الآية يجب أن تكون 0 1 2 بسهولة بالتعويض بين الآية بالصفر فنحصل على الواي 1 يساوي إلى واي صفر زائد أش بيك صفر ناقص واي صفر على 2 الواي صفر هي 1 والأش هي 1 إذن صفر ناقص 1 على 2 ويساوي إلى سالب نصف هذا المقدار 1 سالب نصف هي نصف اذا نعلم أن الـ X1 هي 1 والواي 1 هي نصف وبالتالي نعوض مرة ثانية لحصول على الواي 2، إذا واي 1 اللي هي نصف زائد 10 اللي هي واحد بـ إكس واحد اللي هي واحد ناقص واي 1 اللي هي نصف تقسيم 2 وهي صف. نكرر نأخذ النقطة الثانية، النقطة الثانية الإكس 2 هي 2 والواي 2 هي عبارة عن 0.75، نعوضهم مرة ثانية فنحصل على الواي 3، إذا عندي الإكس 2 هي 2، إذا معلومة الاكس 2 هي 2 والواي 2 علمت الاكس 3 معلومه هي 3 والواي 3 اذا بذلك نكون قد اوجدنا الحل جميع نقاط الحل وبالتالي تنتهي المساله في حاله الاش تساوي الواحد نكرر نفس الشيء من اجل الاش يساوي الى النصف اذا الحاله الثانيه من اجل الاش يساوي النصف طبعا عندي انا هذه الصفر صفر زائد نص اذا نص نص زائد نص واحد واحد زائد نص واحد ونص واحد ونص زائد نص اثنين اثنين زائد نص اثنين ونص اثنين ونص زائد نص هي ثلاثه اذا هذه اكس صفر واكس واحد واكس اثنين واكس ثلاثه واكس اربعه و واكس خمسه واكس سته اذا الاكس صفر الى واي صفر معلومه هي الواحد واعطيني بنص المساله اما الواي اثنين واحد فهذه مجهوله والواي اثنين كذلك والواي ثلاثة والواي ثلاثة والواي أربعة والواي خمسة والواي ستة إذا فأحتاج إلى ستة وايات هنا في هذه الحالة لنعوض في الدستور إذا أن أعطيها صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الآن من أجل واي صفر نحصل على الواي واحد الآن بنفس الأسلوب نعوض الواي واحد والإكس واحد فنحصل على الواي اثنان ونحصل على الواي ثلاثة والواي أربعة والواي خمسة والواي ستة ونحصل على حل المعادلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته